مهم جدا الامان الحيوي. احنا مش بنتكلم بس على المشاية، لا ده احنا كمان بنعاني النهارده من التربيه المنزليه بالنسبه للدواجن على صحه المواطن في الريف. يعني بتبقى فيها خطر شديد جدا خصوصا مع انتشار انفلونزا الطيور، لازم يكون في مراعاه للبعد البيئي والامان الحيوي، ازاي ان انا اربي واستفيد واستثمر ويبقى الخير موجود في القريه بس في نفس الوقت احافظ على صحتي. الحاج محمد من البحيره اتفضل. معايا يا حاج محمد. اتفضل يا حاج محمد، اهلا بيك. سعد ابو عسل مع حضرتك يا باشمهندس سامي. سعد ابو عسل يا باشمهندس سامي. منين؟ سعد ابو عسل من ابو النوم، قرى ابو النوم بحيره. تمام، اتفضل. اتفضل. الله، الميه يا باشمهندس سامي دلوقتي احنا في منطقه ابو النوم دي 19 قريه. 19 قريه، المواطير اللي داخله عندنا ل 19 قريه حوالي من 4000 فدان، يعني 19 قرية اللي واصل لنا المواصير اللي داخلة عندنا 4 بوصة. مواصير المية اللي داخلة عندنا 4 بوصة. سامع حضرتك يا حاج سعد. ماشي، 4 بوصة طبعا بتيجي المية عندنا أحيانا بتيجي بساعة أو ساعتين. أيوة. في من ضمن قريتين، قرية ضف الله وأبو حسين. النهاردة دخلنا على سنة في قرية أبو حسين ما ضحاش مية. دخلت على سنة. قرية أبو حسين. قرية أبو حسين وقرية ضف الله آخر مرة كانت قبل العيد. هو أنت من أنهي قرية يا حاج سعد؟ نعم. حضرتك منين؟ من أنهي قرية في ذول؟ أنا في قرية أبو حسين وأستاذ باشمهندس سامي. حضرتك في قرية أبو حسين. أيوه يا باشمهندس. عشان أقدر أتواصل مع المهندس الري ويجي لك أو تروح له المكتب حسب ما يحدد لك ميعاد واعرف انا بتكلم عن المشكله فين. يعني انت بتقول لي ان احنا 19 قريه في منطقه ابو النوم، المواسير اللي داخله لنا مواسير 4 بوصة. فدي ضعيفه في توصيل الميه. ايوه والله يا باشمهندس. ولا هي محتاجه ان تطهير او فيها مشكله فيها سدد؟ المواسير اللي داخله لمياه الشرب 4 بوصة. يعني انت بتتكلم على مياه شرب؟ مياه شرب يا باشمهندس. حضرتك بتتكلم على مياه الشرب مش مياه مش مياه الري. ايوه نعم، ايوه نعم. تمام. ايوه يا باشمهندس، مياه الشرب. مياه الشرب. طب ميه الشرب دلوقتي انت بتقول ان هي بتبقى ضعيفه. ضعيفه مش موجوده. احيانا ياما مش موجوده يا باشمهندس سامي. ياما؟ قريه ابو حسين دلوقتي دخلت على سنه ما طلعهاش ميه فوق. امال بتشربوا منين يا حاج؟ والله بنحوله ميه الشراكن من ميه اسكندريه. بنحوله من اسكندريه بالجيرتي. طب انتوا رحتوا لمين بقى؟ يعني اتكلمتوا مع مين؟ والله يا باشمهندس سامح ما خلينا. رحنا لمحافظ البحيره، رحنا لمحافظ البحيره قبل كده بدل المره مرات، ودخلنا للمحافظ وتواصلنا مع الشركه بدل المره 50 مره. كان عندنا مكنه بتاعت ميه بترفع للعلاوي. قال لك ايه لما رحتوا قابلتوا مثلا؟ قدمتوا شكوى للمحافظ، قدمتوا شكوى في شركه الميه مرفق المياه، قالوا لكم ايه؟ بيردوا عليكم بيقولوا لكم ايه؟ عملنا فكسات. فكسات بس؟ لا، ده رحنا للمحافظ وقالوا لنا خلاص ان شاء الله هتتحل المشكله. وما اتحلتش. وما اتحلتش المشكله، ما زال هو الخط ال4 بوصة ما زال المشكله قايمه. وقريتي ابو حسين وضعف الله دي معدومه خالص بالنسبه للميه، والله العظيم النهارده اهوت اخر حاجه اللي هي جات ميه هنا من قبل العيد. طيب من قبل العيد؟ القريه اللي انا فيها من فوق يعتبر المعامله دي علاوي. من فوق يعني في اول الخط تقصد يعني؟ اخر في نهايه الخط يا باشمهندس. في نهايه الخط؟ طيب بص يا حاج سعد. نعم. ان شاء الله دلوقتي احنا لازم يكون في اتصال مع السيد محافظ البحيره ونعرف منه يعني ال 19 قريه دول من حقهم الناس يبقى عندها ميه شرب ولا لا؟ ده السؤال اللي احنا عايزين نساله. الناس دي من حقها نوصل لها ميه الشرب؟ اذا كان انا عندي شبكه موجوده، الشبكه دي محتاجه تعديل، محتاجه اي صيانه، محتاجه خدمه ان احنا نطورها. لازم لما يكون انا عندي كدوله وخطه يعني بيتابعها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيل المياه لكل القرى المصريه اللي محرومه من الميه من سنين طويله، قرى الصعيد الفقيره اللي ما كانش فيها ميه، الدوله النهارده بتدخل لها ميه. انا لما اجي اتكلم في محافظه زي محافظه البحيره وعندي مشاريع
اشتغلت من سنين طويله وعندي خدمات موجوده على ارض الواقع، يبقى انا لازم اتابعها ولازم اشوف ايه اللي ناقص الناس دي عشان يستقروا، عشان انا كده كمسؤول موجود في مكاني ابقى بنفذ خطه الدوله، ابقى بخدم المواطن اللي موجود عندي. فانا هتابع لك الموضوع ده. انتوا بقى لكم قد ايه بتشتكوا من القصه دي يا حاج سعد؟ والله يا باشمهندس فتح دلوقتي اكتر من 3 سنين. حاضر يا حاج سعد، بشكرك. اكتر من 3 سنين يا باشمهندس، وتعبنا والله العظيم تعبنا يا باشمهندس سامح. حاج سعد ابو عطب من ابو حضرتك اكتر من 10 مرات وانا عايز نتكلم حضرتك. لا احنا في اي وقت اتكلمنا وعندك الخط الساخن على مدار اليوم اتصل في اي وقت تسيب برضو مشكلتك واحنا اللي هنرجع نكلمك. الحاج سعد ابو عطب قريه ابو النوم بحيره، 19 قريه منهم قريه ابو حسين اللي منها الحاج سعد بيعاني من مشكله الميه بقالهم 3 سنين لان المواسير 4 بوصه من ابو النوم. عاوزين نصحى، عاوزين نصحى ونشوف الناس دي محتاجه ايه ونحل لهم مشاكلهم لان هي مشاكل مقدور عليها. هو ده التطور الذي اصاب القريه المصريه دون ان يطورها. انا عندي تطور وعندي خدمه لكن هي مش مكتمله، مش بتوصل الخدمه كامله للمواطن هناك. الحاج شعيب من اسوان اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله احنا بنشكي من حشره ظاهره في داخل الباميه والملوكيه والكركديه